مع فقرتكم المحببة التوب سكرت الأخبار والأسرار والكواليس، والبداية من نادي الزمالك وملف هو حديث الساعة، التجديد لفرجاني ساسي ننفرد. الزمالك يجدد لساسي موسمين خلال أيام مقابل 4 مليون دولار. الزمالك توصل لاتفاق مع فرجاني ساسي للتجديد لمدة موسمين يحصل فيهم فرجاني ساسي على 4 مليون دولار على أن يتحمل نادي الزمالك قيمة الضرائب كاملة. فرجاني ساسي خلال الفترة الأخيرة كان حديث الساعة داخل نادي الزمالك علشان القيمة المالية الكبيرة في عقده وعدم توافر هذه القيمة داخل نادي الزمالك مع وجود العديد من العروض. الجلسة الأخيرة جمعت مسؤولين نادي الزمالك مع فرجاني ساسي، الزمالك هيتحمل قيمة الضرائب كاملة على أن يحصل اللاعب على 2 مليون دولار صافي، وهيجدد ساسي لمدة موسمين بداية من 2022-23 علشان يسدل الستار على أصعب ملف واجه نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة وهو التجديد لفرجاني ساسي. خبرنا اللي بعد كده، البدري يستبعد إمام عاشور من قائمة المنتخب بسبب بدر بنون. حاجة غريبة جدا، إمام عاشور بيلعب مع نادي الزمالك بيسجل هدف فبيقوم رايح عند الكاميرا ومقلد حركة بدر بنون المغربي مدافع النادي الأهلي بشكل ساخر، يعني ودنه بعد كده طلع لسانه وبعد كده غمض عينه. الأمر ده استفز كتير من جماهير النادي الأهلي. الكابتن حسام البدري قال لأ، أنا مش عايز لاعب علي انقسام كهربا شكرا، عشان إيقاف النادي الأهلي. إمام عاشور بسبب حالة اللغط اللي هو يعني متعمد في عز ما هو بيتألق مع نادي الزمالك إنه يثير الجدل، ومن هنا بننفرد إن قائمة المنتخب اللي جاي هيتشال منها إمام عاشور اللي كان خلاص قريب من الانضمام لتشكيلة المنتخب علشان مباراتي كينيا وجزر القمر. كارتيرون قال لهم ثواني بقى، أنا عايز أعرف مين اللاعبين اللي ماشيين، أنا عايز أحافظ على القوام ده. اللاعبين اللي عقودها وهتخلص بيبقى أشرف بن شرقي، ساسي، عبد الله جمعة. قال لهم بس بن شرقي سيبهولي، أنا هتكلم مع بن شرقي نخلص مباراة الترجي وهتكون في بيني وبينه جلسة أعرف إيه الأزمة، ليه جلسة واتنين وتلاتة ورفض التمديد. بن شرقي بقيله الموسم القادم فقط ويبقى فري في نادي الزمالك. حتى العصفورة بتقول لي بن شرقي طالب سبب الأزمة، إن بن شرقي مثلا بياخد 400 ألف يورو، فالنادي الزمالك هيرفعها له ل 650 ألف يورو، قال لا أنا عايز 1.5 مليون يورو بن شرقي. فهل دي العقدة في المنشار؟ وده اللي احنا بنقوله، والله ده اللي ما بنقولش هنا كلمة غير لما نتائجها بتبان. بقيت أقول اقفلوا ملف ساسي، اقفلوا ملف ساسي يا مسؤولين الزمالك، اقفلوا ملف ساسي يا قناة الزمالك، يا إعلام الزمالك، اقفلوا ملف ساسي. كل لاعب هتيجي تجدد معاه يقول لك ساسي بياخد 50 مليون، أنا هم ال 30 مليون حاجة. ده اللي احنا بنقوله النهاردة كل ما تيجي. وبن شرقي بقى سوبر ستار نادي الزمالك، بقى سوبر ستار بن شرقي، واحد من أفضل الأجانب اللي جم في تاريخ الزمالك كله، وتتفاجئ إن في الجلسة بتقول له إيه؟ استنى واد يا بن شرقي محضرين لك مفاجأة عشان عيد ميلادك، غمض عينك فتح، هنديك 600 ألف دولار. ما هي هيضحك ويقوم ويسيبك، هيضحك ويقوم ويسيبك. ما أنت بتقول لساسي هتاخد 2 مليون دولار خلص الضرائب، لما تقعد مع بن شرقي وتقول له 600 هيقول لك ايه؟ ما هي دي حاجه من عواقب التجديد لساسي وفتح الملف على الملأ وعلى المشاع. فتيجي تقعد مع بن شرقي وبن شرقي في حته تانيه، بن شرقي في حته تانيه، لاعب بيتمنى اي نادي،
مصري وعربي وافريقي واوروبي كمان، لعيب حكايه، مع نادي الزمالك حكايه. فلما تيجي تقعد معاه وتقول له 600، تفتكر بن شرقي هيقول لك ايه؟ ومعروض ومفتوح ملف ساسي ب 2 مليون دولار خالصه من الضرايب اللي هتقارب النص مليون دولار. هيقول لك ايه؟ ايوه انا همضي ب 600. لازم اقول لك لا، والامر يأذن. ما خد بالك، خد بالك، اسمع مني بقى، اللعبه بقت معروفه. ساسي استنى، عقدي لا بعد افريقيا، طب استنى اشوف مراتي ولادي وحشوني، طالع المالديف، طب لما ارجع اخد جوله في الخليج، رايح لبنان، رايح دبي، الدنيا جريت، باقي 3 شهور، خد اللي هو عايزه على داير ملم بشروطه. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى، الثانية، الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.